بكم، لطالما تغنى الشعراء بغرار لبنان. ولا عجب في ذلك، إذ كانت المساحة الغابية في القديم تشكل أكثر من 75% من مساحة لبنان. إلا أن هذه النسبة أصبحت وحتى العام 65 قرابة 35%. بحسب تقديرات الفاو سنة 2010 أصبحت نسبة المساحة الغابية في لبنان حوالي 10%، مع تدن يبلغ 0.4% سنويا. وبالتالي أصبحت مساحة الغابات اليوم أقل من ذلك بكثير. وتتركز هذه المساحة الغابية في السفح الغربي لسلسلة جبال لبنان الغربية، وتحديدا في الشمال وفي جبل لبنان. وبالتالي نتساءل ما هي أهمية الغطاء النباتي، وما هي أبرز المخاطر التي تتعرض لها وأدت إلى تدني هذه المساحة. هناك العديد من الأهميات للأشجار وللغابات، فهي تشكل موطنا طبيعيا للعديد من الكائنات الحية. أيضا فإنها تسهم في تنقية الهواء عبر امتصاصها لثاني أكسيد الكربون وزيادة نسب الأكسجين في الهواء. تسهم الغابة أيضا في حماية التربة من الانجراف وفي تسريع عملية تكوين التربة. كما أن الغابات تعتبر موردا اقتصاديا هاما، إذ يمكن إنتاج الأخشاب منها، وأيضا جمع الكثير من الأعشاب الطبية وتنشيط السياحة البيئية. هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تدني المساحة الغابية في لبنان، منها انتشار العمران العشوائي وانتشار الكسارات والمقالع والأمراض التي تصيب النبات. أيضا العوامل أو المخاطر التي تحدث بفعل تغير المناخ، إلا أن الخطر الأكبر الذي يهدد الغابات هو الحرائق. أخيرا، إن تدني المساحة الغابية يترك الكثير من التأثيرات السلبية. إنما هل من حلول أخرى غير التشجير وغير التوعية البيئية؟ نترك لكم الإجابة على هذا السؤال، وشكرا لكم.